السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أحمد نجم من أوربكس في النظر الميل للأسواق اليوم الموافق 23 فبراير 2021. طبعا في البداية دايما وأبدا بنبدأ تحليلاتنا بمؤشر الدولار إندكس، وكمان نشاهد يتداول عند مستويات 90 نقطة من مستويات تلك هامة للغاية. كسرها سيؤدي بنا إلى الرجوع مرة أخرى إلى مستويات 89.20، وربما نتداول عند مستويات 88 نقطة وهي الأخطر. الدولار الأمريكي أيضا يعني تحدثت سابقا على هذا الأمر من قبل وعلى التداولات الحالية في تداولات الدولار الأمريكي، وأنه مرشح لبعض التراجعات ربما وربما بعض الارتفاعات. برامج الكيو اي او برامج التيسير النقدي طبعا مهمة للغاية وتؤثر على الأسواق. أيضا كما نشاهد المستويات الصفرية لمعدلات الفائدة ما زالت مستمرة بالرغم من ارتفاع العائد على السندات سواء لأجل 30 عام او لأجل 10 أعوام، ما زالت في ارتفاع. حتى بالتراجعات التي شهدناها ما زالت هي الاخرى في ارتفاع. هذا ما يقيم فكرة ارتفاع تضخم، متوقعات بارتفاع تضخم في الفترة المقبلة، وهذا الامر طبيعي للغاية. فنحن شهدنا تراجعات في الدولار الامريكي، هذا يدعم مزيد من التضخم. ايضا شهدنا اغلاقات كبيرة في الولايات المتحدة، هذا يدعم مزيد من التضخم. نشاهد يعني ثقة المستهلك ترتفع وتنخفض بناء على برامج الكيو اي وحجم الانفاق والحديث الآن على أن برنامج جو بايدن ربما يؤثر بشكل كبير جدا على الدولار الأمريكي وعلى حجم الدين الخارجي بالنسبة للولايات المتحدة. هو مرتفع للغاية، حجم الأموال التي تم ضخها خلال العام السابق كبيرة للغاية وتحدثنا عنها سابقا. كل هذا الأمر يؤثر على تداولات الدولار الأمريكي، ومن المحتمل أن نشهد المزيد من التأثير. طبعا نموذج الهيد أند شولدرز الذي كنا نتحدث عنه سابقا يعني فشل تماما في الفترة الحالية بعد كسر مستوى 90 نقطة والإغلاق أسفل 90 نقطة خلال تداولات هذا الاسبوع، ستكون هامة جدا وانديكيت على اننا ربما نشهد 88 نقطة على تداولات الدولار الامريكي. طبعا بطبيعة الحال ارتفعت تداولات اليورو امام الدولار الامريكي نتيجة لتراجعات الدولار الامريكي، ونشاهد الان تداولات عند مستويات 1.21 17 و20. هذه المستويات هامة للغاية، كسرها سيؤدي بنا الى مزيد من الارتفاع، ربما نشهد مزيد من الارتفاع الى مستويات 1.2250 من الفترة الحالية. طبعا يمكن هذا المستوى الذي نتحدث عنه هو ايضا الاخر مستوى هام، ونتحدث على ارتفاعات كبيره في اداء اليورو امام الدولار الامريكي. لكن ننتقل لتداولات الاسترليني، فالاسترليني هو الاخر استفاد من تراجعات الدولار الامريكي، ولكن يعني الاسترليني لم يكن متضررا من الارتفاعات التي شهدها مؤشر الدولار الامريكي، كان يواصل الارتفاعات، كان يصحح بعض الشيء ولكن كان يحافظ على الارتفاع. ايضا شهدنا خطه المملكه المتحده لفك الاغلاق، وكل هذا طبعا دعم تداولات الاسترليني، ولكن الحديث على ان المملكة المتحدة ستعيش حياة طبيعية كما كان من قبل الجائحة. نتحدث على يونيو، وفي اليونيو المقبل ما زالت الفترة كبيرة، وايضا قالوا على ان فك القيود الاغلاق ستكون على 4 مراحل، وهو الامر الذي تنتظر الأسواق تطبيقه من خلال المرحلة الأولى التي ستستغرق 5 أسابيع من مارس المقبل. وهل سيتم بالفعل تمرير أو يعني عودة الحياة جزئية بالنسبة لما يتعلق بطلاب المدارس، وستكون أمور هادئة؟ إذن يتوقع الاقتصاد أن تكون المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والرابعة حتى عودة الاقتصاد للعمل طبيعية، ونشهد ارتفاعات للسنين. ولكن الاسترليني حتى الآن في تداولاته الإيجابية ليس جيد للاقتصاد في المملكة المتحدة، فالمملكة المتحدة تريد أن استرليني أضعف من هذا بكثير. التداولات الحالية ستؤثر بشكل أكبر على الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة وسنشهد هذا. إذن تداولات الاسترليني الإيجابية التي نشهدها ربما نشهد 43.50 في الفترة المقبلة، ولكن كل هذا سيكون بالنسبة لي الاسترليني عامل ضغط كبير جدا وسيؤدي إلى انفجاره في وقت من الأوقات. سنتحدث عن هذا الأمر لاحقا. لكن بالنسبة لتداولات المعدن الأصفر فهو ارتفع من مستويات 1765، وهذا المستوى حذرنا من أهميته، لم نستطيع كسر هذا المستوى، ارتد منه، وأعتقد أن الارتداد سيواصل في الفترة المقبلة إلى مستويات 1830 بالنظر على إطار زمني أصغر. هذا الإطار هو ل3 ساعات، ننظر إلى الإطار على الرسم البياني للساعة.
ويتضح الرسم البياني التالي، سنجد أن التداولات ما زالت في نطاقها السلبي في الشكل الحالي. وانظروا أيضا كيف سيكون أداء تلك القناة بالنسبة للنطاقات النطاق الآخر في المرحلة الحالية. ستجد أن النطاق الآخر هو أيضا قريب من تلك الأريا أو هذه المنطقة، وهي منطقة هامة للغاية. أعتقد أننا ربما نشهد إلى مستوى 1830، هذا المستوى ربما سيدعم مزيد من التراجع. ايضا ما دعم تداولات المعدن الاصفر الايجابيه التي نشهدها هو تداولات البيتكوين والكريبتو كارنسيز والتي انخفضت، وكنا ايضا اشرنا الى هذا الرسم البياني من قبل بتداولاته السلبيه او توقعات التداولات السلبيه في الفتره المقبله من خلال قناه التليجرام ومن خلال تويتر. فهذا الامر سيدعم المزيد من التراجع في الفتره المقبله بالنسبه للكريبتو كارنسي او البيتكوين على وجه التحديد. ربما ننظر الى مستويات ال 40,000 دولار على تداولات البيتكوين، وهذا هدف جيد للغاية. ومن هذه المستويات ربما يعاود البيتكوين مرة أخرى صعوده في الفترة المقبلة، حتى إذا كانت التوقعات إيجابية للكريبتو كارنسي وأصل البلوك تشين والاستثمار في هذا الأسد، ما زالت الأسواق تحتاج إلى مزيد من التراجع حتى تتلقى دفع إيجابية للأعلى. وكما نشاهد يعني الأسواق بالأمس ارتعبت من هذه التراجعات. البيتكوين هي تلك تداولاته، وهو يعني يتداول في يعني كل ظروفه بأشكال عنيفة ليه الغاية. فهذا الامر الذي نشهده ما هو الا تصحيح، ليس انهيار يعني باي حال من الاحوال، هي تداولاته عنيفة للغاية، فبالتالي نشهد هذا الأداء الذي شهدناه، وكانت أيضا فرصة جيدة. أما عن تداولات النفط فقد ارتفع بالأمس نتيجة للإعلان من ولاية تكساس على أن عودة المنصات للعمل من جديد في هذه الولاية ستحتاج على الأقل من 3 إلى 4 أسابيع حتى يتم عودة الإنتاج بشكله الطبيعي في الفترة المقبلة. كل هذا طبعا أثر على التداولات وأثر على توقعات المعروض من النفط في الفترة المقبلة. توقعات تتوقع انخفاض 1 مليون برميل من الولايات المتحدة، أيضا يعني لدينا 1 مليون برميل هو الآخر مخفض من المملكة المتحدة العربية السعودية فكل هذا الأمر سيدفع مزيد من الارتفاع. ربما نشهد على WTI 65 في القريب العاجل، وربما من هذه المستويات نبدأ أن نشهد بعض المراحل البيعية على المدى المتوسط والمدى الطويل. هذا كان كل شيء لدينا خلال اليوم. نتمنى حضراتكم يوم سعيد إن شاء الله، وتداولات من زكاة. شكرا لكم.